أنا اليوم في المعرض الوظيفي للمشروع التدريب المهني والتشغيل وريادة الأعمال. طبعاً اتدربنا معهم إحنا لفترة وأنا كنت عاطل عن العمل تقريباً لفترة من الزمن تقريباً سنة، واليوم إحنا في معرض وظيفي وفي عدة شركات قاعدين بنقدم عندهم إحنا السيفيات تعاوننا، وإن شاء الله غير ألاقي الوظيفة اللي تناسبني وأشتغل. وإحنا اليوم الوظيفي هذا كثير رح نستفيد منه إن شاء الله، ورح أطمح لأوصل للوظيفة اللي أنا بدي إياها بإذن الله.